سلام. كتابنا لليوم هو كتاب قوة عقلك الباطن للكاتب الإيرلندي الشهير جوزيف مورفي. هذا الكتاب يأخذك في رحلة إلى أعماق نفسك وروحك وعقلك الباطن. يدور الكتاب حول 20 فكرة أساسية حول العقل البشري. إن كنتم من محبي التنمية الذاتية فهذا الكتاب سيكون من وجهاتكم الأولى أصدقائي. الكتاب من مميزاته العديدة جداً أنه جمع بين المعرفة القديمة والعلم الحديث، مما جعله أكثر قابلية لدى أغلب الفئات العمرية. في هذا الكتاب يشبه الكاتب العقل بالبستان ويشبهنا نحن بالمزارعين، فيقول ازرع الآن أفكار السعادة والرضا والازدهار والسلوك الجيد. أنصحكم أصدقائي بقراءة هذا الكتاب، قوموا بقراءته وأخبروني بآرائكم في التعليقات. سلام.